نشوف الحكم يطالع اللعبة ها اللي عند المدافع زين، وفي اللحظة هذه ينظر إلى أيمن حسين ونشوف في هجمة مرتدة لصالح المنتخب الأردني، وهو لحد الآن ها قاعد يكلم أيمن حسين. وعلي تعقب عندك قراءة. أنا كحكم ها أشوف اللاعب هجمة مرتدة، لو لاحظ شوف 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 وين علي رضا، ارجع شوي ارجع 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 لما يستلم الكرة هني في اللحظة هذه ها أيمن حسين الحكم يكلم أيمن حسين، شوف الهجمة المرتدة، شوف الكرة وين توصل، شوي شوي روح أستاذ شريف، روح أستاذ شريف، روح روح. معقولة معقولة معقولة؟ شنو هالكبرياء والاستهتار؟ أنا أسميها أنا مو بحكم، أنا أقول كبرياء واستهتار من الحكم بالنسبة لل شوف 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 الحكم شي طالع. وعلي أنا ما أسميه كبرياء واستهتار، ولكن هذا استرخاء من الحكم وعدم قراءة للعبة بالشكل الصحيح. هنا كان يجب عليه دام فيه مهاجم موجود بين مدافعين أنه ما يترك اللعب بالشكل هذا كامل، وكان يجب الحرص أنه في 50% أنها تنقطع الكرة وترتد. وأنا للأمانة أنا حكمت اليزن نعيمات حتى في التعليمات بفهد. في دورين هذه بداية أن أيمن حسين حط علي رضا في رأسه، من هنا بدت، من هنا بدت يا أبو بلال، بيض الله وجهك أنك جبتها أمس، أنا ما شفت هذه أتكلم معك صراحة. هذه قبل انذر حطها في رأسه، صار شيء بينهم كلام، استغلها فرصة ثانية أعطى انذر، استغلها فرصة ثالثة أعطى انذر ثاني طرد، معناتها مبنية من الشوط الأول بين علي رضا وبين أيمن حسين. لا معقول يا أبو بلال، يهد المباراة يهد المباراة بدر بلال، يهد المباراة كاملة، يخليها مباراة مهمة، جمهور 45 متفرج، ويقعد يتكلم مع حسين ويخلي الهجمة، ولا الهجمة تقول، وأنت حكم كبير تملك خبرة تحكيمية، شارات كأس العالم كأس آسيا، هذا واضح أنك حاط أيمن حسين في راسك من 45 شوط الأول. يفترض أن لو في خطأ المهم بالنسبة لك شخصية، لا لا المناوشات اللي حصلت هذا بين هو ركز في اللاعبين في اوكي مناوشات اوكي ايه انا اطالع كذي زين، بس انا كحكم حكم ساحة، بس انا اقول لك الحين الغلطة وين صارت؟ الغلطة صارت في البداية في التمركز ماله، في البداية غلط، والدليل ببلال ان الدقيقة هذه 45 ايمن ما عليه انذار. شوف شوف